وللمزيد من المتابعة حول سير العملية الانتخابية في خارج مصر في آخر أيامها ينضم إلينا مباشرة من مقر اللجنة العليا للانتخابات مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، أرحب بك واطلعنا على الجديد لديك فيما يتعلق بتفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث في مختلف المقار بدول العالم المختلفة. نعم ليلى، تحية لك. بالفعل منذ قليل عقد المستشار أحمد منداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات هنا من داخل غرفة العمليات المركزية مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه مع عدد من السفراء والقناصلة في مختلف بلدان العالم، اطمأن على سير العملية الانتخابية دون أي مشكلات فنية أو عوائق تحول دون إتمامها. كان أكد أيضا المستشار أحمد بنداري أن هناك 5 لجان ما زالت لم تفتح أبوابها نظرا لاختلاف التوقيت المحلي ما بين القاهرة وهذه البلدان، وهناك 16 لجنة قد انتهت بالفعل من التصويت في اليوم الثالث من العملية الانتخابية وبدأت في إجراء عمليات الفرز، وهناك نحو 116 لجنة ما زالت تعمل حتى وقتنا هذا في اليوم الثالث والأخير. ربما بعد نحو ساعة ونصف تبدأ اللجنة الأخيرة في العمل، وهي لجنة أو السفارة في الولايات المتحدة في لوس أنجلوس، حيث هناك فرق توقيت ما بين مصر ولوس أنجلوس، تبدأ في تمام 7 مساء وتستمر أيضا لغداة اليوم التالي بإذن الله. من بين السفراء الذين تحدث معهم المستشار أحمد بنداري دولة فرنسا في العاصمة باريس، وكذلك في رواندا والعاصمة البلجيكية بروكسل، بالإضافة إلى دبي والبرازيل. البرازيل ربما كانت قد بدأت منذ قليل فتح أبوابها، حيث هناك 9 صباحا منذ قليل، فبالتالي البرازيل تبدأ يومها الثالث في العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. من بين البلدان أيضا التي تحدث معها المستشار أحمد بنداري كانت دولة الجزائر والعاصمة السنغالية داكار، وكذلك روما. وهنا روما نتوقف عندها قليلا، حيث نجد أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لأن اليوم الأحد هو يوم عطلة رسمية، وبالتالي كانت فرصة للمواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي. وإذا شاهدنا هذه الشاشات من خلفي التي تظهر الكثافة الكبيرة سواء في الدول العربية في السفارة المصرية في أبو ظبي أو في الدوحة أيضا في دولة قطر، نجد أن هناك إقبالا من المواطنين رغم أن في هذه الدول اليوم هو يوم عمل بشكل طبيعي، ولكن إذا تحركت الكاميرا باتجاه اليمين نجد أنه في الدول الأوروبية والغربية مثلا القنصلية في ميلانو أو السفارة في روما هناك إقبال من المواطنين تحديدا في ميلانو، نظرا لأن كما ذكرت منذ قليل أن اليوم هو يوم عطلة رسمية في هذه البلدان. تحدث المستشار أحمد بنداري مع هؤلاء السفراء وأكد لهم أنه يقف معهم هو وفريق العمل هنا من السادة المستشارين والمسؤولين الفنيين أو التقنيين لمواجهة أي صعاب أو مشكلات فنية قد تواجه العملية الانتخابية في هذا اليوم الثالث والأخير. من المقرر بعد انتهاء عملية التصويت اليوم في كافة السفارات وفي كافة اللجان التي تصل إلى 137 لجنة حول العالم في 121 دولة، من المقرر بعد انتهاء عملية التصويت أن تبدأ فورا عملية الفرز، وبالتالي وأكد في هذه النقطة المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة فقط بإعلان أي نتائج أو إعلان أي أعداد تخص النسب التصويت أو أعداد الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج. من المقرر أن يكون هناك أيضا مؤتمر صحفي في تمام 7 مساء اليوم. كلمة أخيرة لهذا اليوم للمستشار أحمد بنداري نتابعها معكم لحظة بلحظة. نعم لك ليلى. أحمد، إذا ما تحدثنا من خلال رصدك على مدار الأيام الماضية لسير العملية الانتخابية، وإذا ما تم رصد أي شكاوى وصلت للمستشار أحمد بنداري وأيضا لغرفة العمليات، كيف تم التعامل مع هذه الشكاوى أو ما هي أبرز المشكلات التي طرحت خلال الأيام السابقة إذا وجدت بالطبع؟
بالفعل ليلى، تحدث المستشار أحمد بن داري عن نقطتين. النقطة الأولى هي إذا كانت هناك أي مشكلات فنية، ولكن إذا كانت بعض السفارات أو اللجان قد واجهت عدد من هذه المشكلات التقنية أو الفنية. نذكر أن المستشار أحمد بن داري أنه أكد أنه تم مواجهة والتغلب على هذه الصعاب الفنية على الفور، وذلك من خلال جهاز وفريق كامل من الفنيين والتقنيين الذين يقومون بهذا الدور على أكمل وجه، وبالتالي أي مشكلات أو عوائق فنية ربما شعر بها بعض اللجان أو السفارات أو القنصليات تم معالجتها على الفور، وبالتالي لم تكن هناك أي مشكلات فنية أثرت على العملية الانتخابية. النقطة الثانية أيضا التي أكد عليها المستشار أحمد بن داري أنه كان هناك التزام من قبل المرشحين أو من قبل أعضاء وحملات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية في الخارج بالالتزام بالصمت الانتخابي. هذا ما أكد عليه المستشار أحمد بن داري خلال تصريحاته وكلماته التي أكد على الالتزام بالصمت الانتخابي، وأكد أيضا كما ذكرت على أن لم تكن هناك عوائق أو مشكلات فنية تؤثر بشكل ما على العملية الانتخابية، وبالتالي نتحدث عن 3 أيام تسير فيها العملية الانتخابية بالإضافة إلى هذا اليوم الثالث والأخير تسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر تامين حتى غلق جميع اللجان وبدء في عملية الفرز. يعني أحمد، ما الذي سيتم بعد غلق مختلف اللجان وبدء عملية الفرز، خاصة مع اختلاف التوقيتات بين دول العالم؟ وكما ذكرت فهناك يعني ربما من آخر اللجان ستكون في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل إذا تحدثنا عن هذه النقطة نجد أن لجنة أو سفارة مثل في نيوزيلندا قد أغلقت بالفعل أبوابها، لأن هناك فرق توقيت يصل إلى 11 ساعة، كانت قد فتحت أبوابها في تمام 10 مساء أمس، وبالتالي هي أغلقت أبوابها أو انتهى اليوم الثالث في نيوزيلندا بالانتخابات الرئاسية صباح اليوم، وبالتالي بدأت السفارة أو اللجنة في نيوزيلندا بعملية فرز الأصوات. وفي هذه النقطة أكد المستشار أحمد بن داري أن كل سفارة أو كل سفير سوف يبلغ الوزارة الخارجية، وبالتالي سوف ترسل للهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالي الهيئة الوطنية للانتخابات كما أكد المستشار أحمد بن داري هي الجهة المنوط بها فقط الإعلان عن أي نتائج، وبالتالي بعد عمليات انتهاء التصويت في كافة اللجان التي نتحدث عنها 137 المنتشرة في أنحاء العالم، من المقرر أن تبدأ فورا عمليات فرز الصناديق الاقتراع، وبالتالي يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى هنا الهيئة الوطنية للانتخابات لكي تعلن عن نتائج هذه الانتخابات في الوقت وحسب الجدول الزمني المعلن مسبقا من الهيئة الوطنية للانتخابات. كانت هناك إشارة أحمد للتسهيلات التي قدمت للمواطنين في مختلف المقار بدول العالم المختلفة، وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا كبار السن. أبرز التسهيلات التي قدمت حتى تتم العملية الانتخابية بسهولة وسلاسة. هناك إجراءات كثيرة متبعة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا فيما يخص التسهيلات على المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين. من بين هذه التسهيلات وهي تسهيلات إجرائية إذا جاز التعبير، من بينها إذا كانت بطاقة الرقم القومي منتهية فيمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم من خلال هذه البطاقة المنتهية بشكل عادي، ولا يلزم للمواطن أن يكون معه بطاقة رقم قومي سارية، بالإضافة إلى أنه كانت هناك أيضا مجموعة من تم تشكيل عدد من المتطوعين لمساعدة كبار السن أو ذوي الهمم لعملية التصويت ومساعدتهم على الدخول إلى اللجان ووصولهم إلى صناديق الاقتراع لكي يدلوا بأصواتهم بأنفسهم ويحرصوا على أن يصل صوتهم ويمارسوا حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي نتحدث عن مجموعة وجملة من التيسيرات التي وفرتها سواء الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية
الخارجية المصرية ممثلة في السفارات والقنصليات المنتشرة في شتى ربوع الجمهورية، وبالتالي نحن نتحدث عن عرس ديمقراطي يسير في الخارج تشهده دول العالم أجمع، سواء من تيسيرات إجرائية أو تيسيرات أيضا مع المواطنين للإدلاء بأصواتهم ووصول صوت كل مواطن إلى صندوق الاقتراع. نعم، أكيد سنتواصل معك أحمد على مدار اليوم خلال الساعات المتبقية على غلق صناديق الاقتراع في مختلف المقار. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات أحمد الحسيني، كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا لك.